السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا أحبائنا الأكارم، جولة جديدة في برنامجكم اليومي الألوان السبعة، نبدأها بتحيتكم ومحبتكم حيثما كنتم، أهلا بكم معنا. تحت شعار اتحاد القوى الاستراتيجية لأجل التطوير الفردي والمجتمعي، مؤتمر عالمي ينظمه مركز التطوير التركي في إسطنبول. الأهمية الاستراتيجية للتطوير الإبداعي وأثرها في تطوير أفكار الشباب، بعد قليل في الألوان السبعة. ونبدأ رحلتنا مع حضراتكم بالمنتجات الحلال التي تشكل حالة من الوعي بطبيعة المنتجات الاستهلاكية التي يتطلبها الواقع للمسلمين في سائر أرجاء المعمورة، لا سيما للأقليات التي تعيش في الغرب، لطبيعة هذه المنتجات وصلتها بالحل والحرمة والإفادة والضرر في الآن ذاته. الجالية المسلمة التي تعيش في بلاد غربية تحرص وبشكل دائم على استهلاك ما يسمى بالأغذية الحلال، والتي تتوافق مع شروط الدين الإسلامي. من هذا المنطلق استضافت مدينة سقاريا الندوة العالمية للمنتجات الحلال التي تنظمها جامعة سقاريا بالتعاون مع الهيئة الإسلامية للاقتصاد والتمويل. الندوة العالمية للمنتجات الحلال والتي استمرت لمدة 4 أيام شهدت مشاركة العديد من المؤسسات الاقتصادية الإسلامية من مختلف دول العالم العربي والإسلامي. تناولت الندوة التطور الذي يعرفه عالم صناعة الأغذية وزيادة استعمال المواد الكيميائية في إنتاج العديد من المنتجات الغذائية. في كلمته الافتتاحية للندوة تحدث الأستاذ الدكتور محمد جناي عميد كلية الشريعة بجامعة سقاريا حول الأبعاد التجارية والاقتصادية للمنتجات الحلال التي تهم قطاعات كبيرة في المجتمع. وأشار جناي إلى أنه عقدت العديد من الندوات التي تناولت المنتجات الحلال، لكن هذه الندوة تحاول أن تلفت الانتباه إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية بجانب الضوابط الدينية للمنتجات الحلال، وأن الندوة حرصت على حضور قطاع كبير من الأكاديميين والعلماء والخبراء، إضافة إلى حضور ممثلين عن الفعاليات التجارية والاقتصادية ومختلف المنظمات العالمية، موضحا أن المنتج الحلال تشمل العلاج وقطاع الخدمات أيضا. ومن جانبه تحدث الأستاذ الدكتور أورخان جكر رئيس معهد المواصفات والمقاييس التركية حول قضية الحلال والحرام، وأن المسلمين أكثر الأمم ثقافة في قضايا التغذية. ونبقى مع الزميل حسيب عرقاوي، ولكن في قراءة للذكرى السنوية للمجازر الدموية التي شهدتها أذربيجان. العصابات الأرمنية بدعم واضح من روسيا البلشفية ارتكبت سلسلة من المجازر في أعوام متعددة في حملة تطهير عرقي لتفريغ الجغرافيا من المسلمين الذين يعيشون في تلك البقاع التي كانت تمثل صورة استراتيجية للجغرافيا وللسياسة ولا تزال. في 30 مارس من كل عام يحيي الشعب الأذري الذكرى السنوية للإبادة الجماعية التي قامت بها القوات الأرمينية وبدعم من روسيا البلشفية. القوات الأرمينية التي قامت بتعذيب وقتل أكثر من 100,000 أذري ارتكبت مجزرة مروعة بحق الأذريين في 30 مارس آذار من عام 1930 بهدف تطهير منطقة القوقاز من الأتراك تحت مباركة روسية واضحة. خلال 5 أيام فقط قتل الأرمن 12,000 أذري في مدينة باكو. لم تقتصر عمليات القتل والتطهير العرقي على باكو، فلقد شنت القوات الأرمينية العديد من الهجمات معتمدة على سياسة الأرض المحروقة في مدن جوبا وكينجا وزنجزور وكوجاي وسليان وكوردمير وشماهي.
محمد أمين رسول زادة وأصدقاؤه وقفوا ضد هذه الهجمات والتطهير العرقي، وأعلنوا قيام الجمهورية الشعبية الأذرية في تفليس، واتخذوا مدينة كينجا عاصمة مؤقتة لها، ومدت الدولة العثمانية يد العون والمساعدة للدولة الوليدة التي تعيش ظروفا صعبة. الدولة العثمانية التي كانت تخوض حروبا في العديد من الجبهات المشتعلة قامت بإرسال نوري باشا للقضاء على احتلال الأرمن في أذربيجان، واستطاع الجيش الإسلامي القوقازي تحت إمرة نوري باشا أن يدخل مدينة كينجا وسط فرحة عارمة لدى سكان المدينة. التحق المتطوعون والفدائيون من أذربيجان بالجيش الإسلامي القوقازي، حيث وصل تعداده إلى 20,000 جندي. في العاشر من حزيران توجه الجيش الإسلامي القوقازي من كينجا إلى باكو، وتم تحرير باكو وأعلنت عاصمة للجمهورية الشعبية الأذربيجانية في 15 من أيلول. بعد سنتين من تحرير باكو انسحب الجيش الإسلامي القوقازي منها، واحتلتها القوات الأرمينية التي قامت بقتل الآلاف من الأذريين ودفنتهم في مقابر جماعية. تشير الفحوصات والأبحاث الطبية إلى أنهم لم يقتلوا بأسلحة نارية، بل قتلوا بالسيوف والسكاكين والآلات الحديدية. وزميلنا رامي عبد العال ينقلنا الآن إلى أرض المعارض لنتعرف على المعرض الدولي 18 لمنتجات المختبرات الطبية. في ظل هذه الثورة التكنولوجية والمخترعات التي باتت تطرق الأبواب كل يوم في مجال الطب وتكنولوجيا الطب بكل تخصصاتها ومجالاتها، بات لزاما على إسطنبول أن تكون حاضنة لمثل هذه المعارض الدولية التفاعلية. يعد القطاع الصحي في تركيا قطاعاً متقدماً ينمو بشكل كبير، وتتمتع معظم المؤسسات الطبية في تركيا بما فيها المختبرات بأحدث التقنيات الطبية. لذلك استضافت قاعة المعارض طياب بإسطنبول المعرض السنوي 18 للمختبرات الطبية وتقنياتها. تمال فعالية الأنمس، شاركنا في هذا المعرض بأحدث أجهزتنا التي تستخدم في العلاج الفيزيائي والصحة الرياضية، وكافة الأجهزة هنا هي أحدث ما توصلت إليه التقنيات الطبية في هذا المجال. قدم المعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في المختبرات العامة والأجهزة والنظم ومنتجات المختبرات الطبية وأجهزة القياس والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة. وقد شارك في المعرض مدير المختبرات الطبية ومدراء المخابر والأطباء والمشرفون على المختبرات والفنيين، بالإضافة لوفد من العاملين في جمعية الهلال الأحمر التركي ووزارة الصحة التركية وممثلي الوزارة ذات الصلة. إن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتقنيات العمل في مجال المختبرات بشكل عام والمختبرات المعنية بالفحوصات الطبية والصحية أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق نتائج متميزة في حقل الممارسات الطبية. شهدت تركيا في السنوات العشر الأخيرة تقدماً ملحوظاً في جميع المجالات وخاصة في المجال الطبي، ولعل هذا المعرض الذي يسلط الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال المختبرات والتحاليل خير دليل على ذلك. لبرنامج الألوان السبع رامي عبد العال، صمول. البرسلان بابا أوغلو فنان حاول أن يجسد صورة الزهرة في فن الإبرو، وعلاقة هذا الفن بالزهور على اختلاف أشكالها وأنماطها ومسمياتها. زميلتنا رشيدة الفطماوي زارت لنا معرضا مميزا لهذا الفنان المميز، ووفتنا من هناك بتقريرها الآتي. من متحف قصر الدولمة باشا ننقل لكم اليوم معرضا للرسام المشهور الباستان بابا أوغلو، الذي اشتهر في فن رسم الإبرو. فن الإبرو الذي هو يعتبر من الفنون القديمة والفنون الإسلامية في تركيا. هذا الفنان الذي يفتتح معرضه اليوم تحت عنوان فن الإبرو بدون زهرة التوليب،
زهرة التوليب كما تعلمون أنها مشهورة في هذا الفن، لكن هذا المعرض اليوم خصصه لمجموعة من اللوحات التي لا تحتوي على هذه الزهرة. بعد قليل سوف تشاهدون معنا الإنجازات الفنية لنتابع معا. إن فن الإبرو ليس فناً تقليدياً شكلياً، بل هو فن أصيل يرتبط بجذور إسلامية متينة، له أسلوبه المتميز وطريقته الخاصة به. إنه يتحلى بالروح والمعنى التي تكمن في لب الحضارة الإسلامية. وقد أبدع الفنان البارسلان بابا أوغلو في معرضه الذي احتضنه متحف قصر دولما باغشا، والذي تضمن لوحات وإنجازات فنية هي عبارة عن رسومات فن الإبرو، ولكن بدون زهرة التوليب المشهورة في هذا النوع الفني. لا نبالغ إذا قلنا أن أجمل رسومات الإبرو موجودة في تركيا، لا سيما اللوحات التي قدمها لنا اليوم الفنان البارسلان بابا أوغلو. ولقد بلغت صور الإبرو في أيامنا هذه مرحلة تطورية لم يسبق لها مثيل، حيث أضفت لمسة جمالية على الشكل والمعنى، أبهرت العيون وسحرت القلوب وسلبت الألباب. الجدير بالذكر أن فن الإبرو لم يتميز عن باقي الفنون الأخرى بمعدته وصباغه وألوانه وأشكاله فحسب، بل بطبعه وطبيعته الخاصة به أيضا. ولكن الميزة التي أعطت هذا الفن هوية أصيلة هي عكسه الألوان الثقافية والفنية المتنوعة، وكشفه عن ثراء التراث في الحضارة التي عاش تحت ظلها، ومن ثم تقديمه الفن والجمال في نطاق فلسفة داخلية روحية بأبعاد تصوفية، أي أن يكون مرآة للتراث والثقافة التي انبثق منها. وليس المقصود من التراث ها هنا العادة التي تعيشها الشعوب وتتداولها فيما بينها، بل المقصود أن هذا الفن هو فن يعيش الماضي والحاضر في آن واحد. ونبدأ مع حضراتكم بملفنا الأول وضيفنا الكريم الأول لنتحدث عن مركز التطوير التركي. هذا المركز الذي يمثل صورة مشرقة من مجالات التفاعل ما بين مؤسسات المجتمع المدني والجوانب الحيوية في الحياة ما بين الإعلام والسياسة والثقافة والفكر والمعرفة. اسمحوا لنا أن نضيء شعلة خاصة على هذا المركز لنسلط الضوء على مفهومه ورسالته في الحياة مع رئيسه الذي يشرفنا بالحضور هنا الأستاذ راشد يمشن. أهلا وسهلا بك معنا في الألوان السبعة. أشكركم جدا، أهلا بكم، سعداء بوجودك معنا. وسنبدأ مع السادة المشاهدين بتقريرنا المبدئي ثم نعود لحوار ضيفنا الكريم. اختتمت في إسطنبول الدورة السنوية 15 التي ينظمها مركز التطوير التركي بمشاركة واسعة من الأكاديميين والإعلاميين تحت شعار اتحاد القوى الاستراتيجي لأجل التطوير الفردي والمجتمعي. رائد يشمان مدير مركز التطوير التركي أكد خلال الكلمة الافتتاحية على الأهمية الاستراتيجية للتطوير الإبداعي في حياة الشعوب، كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات العديد من الأكاديميين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتهم مراد قلصين نائب رئيس غرفة تجارة إسطنبول، الذي أكد على دور التواصل والتطوير وأهمية الرؤى الاستراتيجية في عالم التطوير والإبداع. الدورة السنوية 15 للمؤتمر شهد توزيع العديد من الجوائز على المؤسسات الرائدة في مجال الاتصال والإعلام والعمل التطوعي، فلقد حصل مدير القسم الاقتصادي في صحيفة يني شفق إبراهيم أجار على جائزة التطوير الصحفي، بينما حازت رئيس جامعة دوزجة الدكتورة فوندا شريف أوغلو على جائزة التطوير الجامعي. أما جائزة التطوير المؤسسي فكانت من نصيب نائل أولباك رئيس جمعية رجال أعمال موسياد، كما حصل إسرافيل كورالاي عضو مجلس الإدارة في شركة الألوان السبعة على جائزة التطوير الثقافي، بينما حصل أرخان أركان عضو مجلس الإدارة في شركة الإعلام العالمي على جائزة التطوير في الإعلام الاجتماعي. وكانت جائزة التطوير الإبداعي من نصيب مدير برنامج تدريب الشباب في القناة التركية الرسمية.
مركز التطوير التركي الذي يسهم في تنمية الطاقات الشبابية وصقلها يعد أكبر بيئة حاضنة لتطوير الأفكار الإبداعية في تركيا من خلال رسم الخطط وتكوين الرؤى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية بغية إحياء تاريخ وثقافة وتقاليد الأمة التركية في إطار الحفاظ على هويتها الإسلامية. نجدد وترحيبا بالأستاذ راشد ديمشين رئيس مركز التطوير التركي، شرفتنا بالحضور، أهلا وسهلا بك مجددا معنا. بداية أعطنا إطلالة على هذا المركز وأهدافه ورسالته في هذا الواقع التركي، ما هي رسالتكم كمؤسسة تعنى بالتطوير وما هي مجالات التطوير المعتمدة لديكم؟ نعم، مركز التطوير التركي منبر بدأ بعمله أو أنشطته مؤخرا، وكما ذكرتم في تقريركم قبل قليل هو يهتم بالتطوير بكل المجالات، وإن شاء الله لدينا الكثير من الأنشطة التي ننتظرها. ما هو الهدف؟ هو الحقيقة أولا نحن خرجنا بالشعار اتحاد القوى الاستراتيجية لأجل التطوير فرديا واجتماعيا، وبالتالي نحن هنا لدينا أهداف فرعية ضمن هذه الرؤية رسمناها، ولتحقيق هذه الأهداف أيضا انطلقنا في طريقنا بكثير من الأنشطة، تحديدا الأنشطة الاجتماعية أو المجتمعية. ولهذا الهدف نحن لدينا تواصل الحقيقة مع كثير من الأكاديميين والإداريين المخضرمين المحترفين، وأيضا من رجال الأعمال وسوق العمل، أيضا لدينا أسماء كبيرة جدا أيضا موجودة ضمن كادر المركز وضمناهم للبنية الهيكلية. وكما ذكرت قبل قليل كما يفهم من الشعار اتحاد القوى الاستراتيجية لأجل التطوير فرديا ومجتمعيا، فأننا جمعنا كل هذه العناصر مع كل هذه الأسماء الكبيرة، بدأنا بالأنشطة الحقيقة، الأنشطة التي تركز على التطور والتطوير تحديدا. جميل، ماذا عن القمة 15 التي قمتم بتنظيمها؟ قمتم بتنظيم القمة 15، بمعنى هناك تسلسل عالي في تنظيم هذه القمم والجوائز والتفاعل معها، حدثني عن هذه القمة وكيف كان حجم التفاعل فيها؟ أستطيع أن أقول التالي، نحن دائما لدينا أنشطة تهتم بالجامعات تحت اسم قمة التطوير في إسطنبول، وبهذا المعنى الحقيقة لدينا هنا أهداف برفع كفاءات ومهارات الأشخاص والمؤسسات في مخص التطوير، وهذا المعنى أو هذا المفهوم الحقيقة نحتاج منه أن يطور فرديا ومجتمعيا. وبالتالي هنا القمة 15 للتطوير في إسطنبول نحن تكلمنا عن الإبداع والتطوير المهني، وفي كلمات الافتتاح كان هناك أسماء بارزة جدا على مستوى الاقتصاد هنا في تركيا وخارج تركيا الحقيقة، فمثلا أولا رئيس أو نائب رئيس غرفة تجارة إسطنبول أيضا كان موجود معنا، وأيضا كثير من المساهمين المشاركين من داخل وخارج تركيا. ثم بعد ذلك في الجلسة الأولى كنا نتكلم عن الإبداع أو المبادرة وأيضا التطوير المهني، والحقيقة كان هناك عناصر مكملة كثيرة جدا في هذا في هذه الجلسة الأولى. كان هناك الكثير من الأفكار المبدعة والمبادرة، اللقاءات الشخصية، الكفاءات الشخصية، المهارات الذاتية. عفوا المقاطعة، ولكن أعجبني العنوان كثيرا وكان لافتا بحق، يعني أنتم تتحدثون عن اتحاد القوى الاستراتيجي لأجل تطوير فردي ومجتمعي. اتحاد هذه القوى يصنع المجتمع، الإعلام، السياسة، الفكر، الثقافة ونحوها، هو الذي يصنع المجتمع حقيقة. بكل تأكيد، ولذلك نحن بدأنا هنا في التحرك والعمل في كل التدريبات والقمم التي ننظمها، نقول بيدنا موجود كل شيء، فنحن ليس كمركز التطوير التركي الحقيقة، ونحن لا نتكلم عن أي طالب ينضم إلى الجامعة، لدينا الكثير نقدمه له الحقيقة، وفي تدريباتنا في تعليمنا في قمنا نقول لماذا لا نتحرك، لماذا لا نعمل بيدنا الكثير من عناصر القوى، لماذا لا نجمع عناصر القوى الفعالية هذه. هذا هو منطق مركز التطوير التركي، والحقيقة هنا في هذا النقطة يجب علينا أن نقول شيئا أيضا ونضيفه. فهناك حادث أليم جدا حصل البارحة في تركيا، أحد المدعيين العامين سقط شهيدا خلال عمله، وحزنا جدا، نتمنى أن نعزي عائلته ونسأل الله له الرحمة. وبالتالي الحقيقة هنا من دور تركيا المحلي والإقليمي الخارجي أنها دولة قابلة للتطور الحقيقة والتنمية، نستطيع أن نفهم هذه الأحداث أيضا. فكل هذه الأحداث
تؤثر في تنمية وتطور تركيا، وبالتالي ربما هناك ضرر كبير جدا سيحصل للمنطقة عندما يتأثر تطور تركيا وتنميتها. ولذلك نحن نهدف دائما إلى جمع الأفكار وجمع القوى وجمع الأعمال والمساهمات والمشاركات حتى نخدم بلدنا. ونحن نقول ربما نحن المصنع الفكري الأول في تركيا، هذا هو هدفنا وهذا الذي انطلقنا من خلاله في العمل. وهنا ضمن هذه الاستراتيجية بدأنا خطواتنا الأولى. من اللافت المجالات التي قمتم باعتمادها أستاذ راشد في مجالات التكريم لديكم، أنتم تحدثتم عن الصحافة، تحدثتم عن الإعلام الاجتماعي، تحدثتم عن الإعلام عموما، ثم تحدثتم عن المجتمع المدني. كان لديكم تفاعل مع الأكاديميين، تفاعل مع الإعلاميين، تفاعل مع سلسلة مؤسسات في المجتمع المدني يمكن لها فعلا أن تشكل حاضنة للفكر وصانعة للفكر الإبداعي في المجتمع. في الحقيقة أنا كنت قد تكلمت عن الجلسة الأولى والآن الجلسة الثانية، كنا نتكلم عن في الأولى كنا نتكلم عن التطور، وفي الثانية كان هناك أسماء كبيرة جدا بالتواصل، وابتداء حتى من الحضانة ثم الطفولة ثم بعد ذلك حتى المراحل الأخرى وحتى في عامل من الأعمال والجامعات. وهذا التواصل إذا لم نستطيع أن نتمكن منه لن تستطيع أن تنجح أبدا، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك فنحن تناولنا موضوع التواصل وكان هناك العديد من المتحدثين. ثم في الجلسة الختامية كان هناك تناولنا النظرة الاستراتيجية للتطور هنا، وبالتالي تكلمنا عن الاقتصاد بجانب الاقتصاد القطاع الخاص وأيضا الجامعات في تركيا لناحية التطوير وبما له علاقة بذلك. فتحديدا تكلمنا عن الانقلابات العسكرية وتأثيراتها في تركيا في التطور وفي التنمية، واعتبرناها عناصر مكملة للفكرة الأساسية. وأخيرا كما ذكرتم أنتم دكتور نزار، وزعنا بعض الجوائز. لماذا وزعنا هذه الجوائز؟ لأن الحقيقة هذا أمر مهم جدا. نحن عادة في قمم التطوير لدينا دائما نركز على أن لا يكون هناك أنشطة فقط محفزة على المدى القصير. نحن أردنا أن يكون هناك متكلمون واقعيون وأيضا مواضيع واقعية عملية نتناولها في هذه القمم. والحقيقة عندما وزعنا هذه الجوائز اخترنا أشخاص فعلا قدموا مساهمات كبيرة جدا للتطوير، وربما لم يستشعروا الحاجة للجوائز معينة. هم دائما يطورون، دائما ينمون أنفسهم ومحيطهم، ولذلك كان المعيار هنا في هذه الجوائز. مثلا أعطينا مثلا السيدة عميدة كلية دوزجة، جامعة دوزجة عفوا، أستاذة دكتورة فوندا شريف أولو، وهي الحقيقة لديها مساهمات كبيرة جدا داخل الجامعة. أيضا السيد إسترافيل كرولاي عضو الهيئة الإدارية أو رئيس الإدارية للألوان السبعة، وأيضا هو رئيس العديد من الأوقاف وعضو في الكثير من الأوقاف والجمعيات أيضا، وأعطيناه في العمل الثقافي تحديدا في مجال الثقافي في برنامج الألوان السبعة، ونوجه له تحية أيضا إضافة إلى إرهان أوركان وغيرهم، حقيقة أسماء لامعة في هذا الاتجاه. أنا أود أن أسألك عن انعكاس ذلك على واقع الشباب، على روح الشباب. كيف يمكن لمثل هذه المؤسسة أن تفيد الشباب في تطوير ذواتهم وأيضا العمل في مجال تخصصي برؤية إبداعية جديدة؟ نعم، في الحقيقة أنا ذكرت قبل قليل نحن اخترنا المواضيع الواقعية العملية والأشخاص الواقعية العملية. نحن اخترنا أشخاصا من الحياة العملية من الحياة الواقعية، وهذا مهم جدا. ثم بعد ذلك بأنشطة وفعاليات مكملة أيضا أكملنا الطريق، نتكلم عن الجامعات وغيرها من مجالات الفعل والعمل. وبالتالي نحن نأخذ الأمر بمنظور شامل جدا. نحن كل سيناريو كل الفكرة التي اخترناها كان فيها عناصر مكملة لبعضها البعض. عندما تنظر إلى جزئيات الموضوع ربما لن يكون هناك معنى واضح، ولكن عندما أخذ الأمر برمته بشموليته سيكون هناك المعنى مهم جدا. نحن الحقيقة في نهاية الشهر سوف يكون هناك أيضا عمل لنا فيما يتعلق بالتاريخ، ثم بعد ذلك أيضا لدينا قمة اقتصاد إسطنبول أيضا في شهر 11 إن شاء الله موجود ضمن خطتنا. كما ذكرت قبل قليل شبابنا محتاجون وشغوفون، والحقيقة لأنهم في تطورهم في تركيا يحتاجون لأن جهود كبير جدا ويدفعون الثمن بعض الأمور أحيانا. هنا المتكلمون الحقيقة ربما يسمعونهم ويأخذوا منهم بعض المعلومات بعد ذلك يذهبون في أماكن أخرى. عندنا ليس هذا مطبقا، لا، نحن الحقيقة
كثير من المنظمات المجتمع المدني الحقيقة التركية مشاركة هنا معنا ورؤساء هذه الجمعيات. السيد رئيس المسياد مثلا أيضا كان موجود، وغرفة تجارة إسطنبول موجود، وأيضا الإعلام الجديد أو الإعلام التواصل الجديد الحقيقة أيضا إحدى الشركات المهمة في ذلك موجودة أيضا، وأستاذ إسرافيل أيضا. هناك أسماء كبيرة جدا كانت موجودة، وبالتالي المشاركون الشباب هن أتوا إلى مناخ وبيئة فيها الأسماء المخضرمة بلا دفع أي عائد مادي. ونحن معظم فعاليات وانشطتنا الحقيقة هي مجانية المشاركة، لأننا نحرص على مشاركة الشباب بشكل كبير جدا. نحن كنا نفكر طبعا أن الأمور التي تكون مجانية أحيانا لا ينظر لها بقيمة وفعالية، ولكن نحن تخطينا هذه الفكرة، لأننا مركز تطوير تركيا على مستوى تركيا كلها. عندما أسسنا كل هذه اللجان والمجالات التي عملنا فيها لم نحتاج لأن نثبت جديتنا وفعاليتنا، ولذلك كل فعالياتنا الحقيقة ذات جودة عالية. يعني الحقيقة لا أدري ماذا أقول، رؤية ناضجة، قدرة تفاعلية عالية جدا، دمج ما بين الواقع الأكاديمي والواقع الإعلامي والواقع المؤسسي. إحضاركم لمثل هذه الشخصيات مثل غرفة تجارة إسطنبول وقيادة المصياد ليكونوا حاضنين وداعمين أيضا لمثل هذه الأعمال الشبابية والأعمال الفكرية والثقافية والإعلامية يمثل قفزة نوعية في هذا الاتجاه. لا يسعنا إلا أن نتقدم منك بالشكر الجزيل الأستاذ راشد يمشين رئيس مركز التطوير التركي، شرفتنا بحضورك هنا ضيفا في برنامج الألوان السبعة، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا. أحبائنا الأكارم، موعدنا الآن مع الكاريكاتور. الكاريكاتور وزميلنا حسيب عرقاوي يصحبنا في أجندة الفن والثقافة هذا اليوم. في أجندتنا الثقافية لهذا اليوم نعرفكم على جديد المسرحيات التي تعرضها مسارح مدينة إسطنبول. البداية بمسرحية تحمل اسم ضيوف البيت من دون موسيقى للكاتب نيل سيمون. المسرحية تحكي قصة طفلين اضطرا للعيش مع الجدة والعمة المقعدة نتيجة تردي الحالة المادية للأب. تسلط المسرحية الضوء على مشاعر الحب والشفقة داخل أفراد الأسرة التي يسعى الممثلون على خشبة المسرح تجسيدها من خلال قصة درامية تهدف إلى بث معاني الإنسانية والرحمة في المجتمع. مسرحيتنا الثانية تحمل اسم 4 أبواب و40 مقاما للكاتب والممثل المسرحي شيم جوكشن، والتي تتناول موضوع التصوف والبحث عن الحق والحقيقة والسعادة الروحية من خلال الارتباط بالله سبحانه وتعالى. المسرحية التي تعتمد في مضمونها على المعرفة والإلمام بعلوم الدين والدنيا تشهد الكثير من الفكر الفلسفي الإنساني للدين الإسلامي. المسرحية الأخيرة في أجندتنا اليوم تحمل اسم قدر الساحرة، التي تعد من أهم الأعمال الدرامية للكاتب الأمريكي آرثر ميلر. تسلط المسرحية الضوء على المفاهيم الخاطئة التي تجلت في المجتمع الإنساني من خلال نقدها وبيان آثارها على الفرد والمجتمع. فالكاتب الأمريكي ميلر الذي يعتبر من أهم كتاب المسرح على مستوى العالم يلفت الانتباه إلى خطورة اتباع الشر وأصحاب الضمائر السوداء الذين يعرفون الحقيقة ويكذبون على الناس، وأن مآلهم الاحتراق بنار جهنم. السوق المغطى كنز تراثي عالمي، مشروع ثقافي متكامل لإدخال الحرف اليدوية في السوق المغطى إلى قائمة التراث العالمي، قراءة في مستويات المهنية في قطاع المجوهرات في تركيا. بعد قليل في الألوان السبعة. وزميلتنا وفاء اليعقوبي تنقلنا إلى عالم السينما، وتحديدا إلى عالم الدراما التركية في الفيلم السينمائي التركي الجديد الأدراج، الذي يعكس لنا قصة الفتاة دينيز. في
فيلمنا السينمائي لهذا اليوم والذي بدأ عرضه في دور السينما التركية هذا الأسبوع هو الفيلم الدرامي التركي الأدراج. الفيلم يحكي قصة دينيز البالغة من العمر 32 عاماً. في ليلة عيد ميلادها يتم نقلها إلى المستشفى غارقة في دمائها، حيث كانت دينيز تعيش حالة نفسية غير طبيعية، وبعد إنقاذها من الموت يحاول الأطباء معالجتها في مركز التأهيل والطب النفسي لتستطيع الانفتاح على الحياة من جديد. كتب قصة الأدراج جانير ألبير والذي استوحاها من قصة حقيقية، وقد حصل فيلم الأدراج على العديد من الجوائز في مختلف المجالات الفنية العالمية. Bazı çekmeceler kilitli kalır. Nedenler ve cevaplar orada. زميلنا رامي عبد العالي ينقلنا الآن إلى سي إن آر إكسبو، إلى أرض المعارض التي شهدت حدثا نوعيا هو الثالث من نوعه في تبادل الأفكار والقيم والسلع والمنتجات والقيم التسويقية في مكان واحد يتفاعل فيه التجار الأتراك مع السوق العالمية بنظرة تجديدية. يعد معرض المواد والسلع الاستهلاكية والمنزلية في إسطنبول من أهم المعارض الغذائية التي تحتضنها قاعة المعارض سي إن آر إكسبو في إسطنبول، وتشمل فئة منتجات الشركات العارضة أكثر من 15 فئة، منها المواد الغذائية والمشروبات وأدوات المطبخ والأدوات المنزلية وقطع غيار السيارات والإكسسوارات والأواني الزجاجية والأثاث والمعدات المكتبية وغيرها من السلع المنزلية المفيدة. تسعى الشركة المصنعة المشاركة في المعرض إلى إقامة علاقات تجارية مع أصحاب الأعمال وتجار التجزئة وشركات الاستيراد والتصدير في تركيا والعالم. المعرض هو منصة الاتصالات والمعلومات في هذه الصناعة، ويوفر للشركات العارضة الفرصة للتواصل مع الزوار من كبار التجار وأصحاب الخبرة، ويقدم المعرض أيضا للزائرين أهم المعلومات وأحدث التطورات والمنتجات وكل ما يتعلق في مجال السلع الاستهلاكية اليومية المستخدمة في جميع المجالات سواء في البيوت والشركات والمطاعم. يهدف المعرض كما يقول القائمون عليه للترويج للصناعات الاستهلاكية والمنزلية والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال عرض عينات من البضائع العصرية والسلع الاستهلاكية بهدف الارتباط والتشبيك مع الزبائن وعقد الصفقات التجارية معهم. معرض المواد الاستهلاكية والسلع المنزلية في حلته الثالثة سلط الضوء على جميع المستلزمات المنزلية، حتى أنه أعطى الفرصة لبعض الزوار لتذوق بعض الأطعمة. لبرنامج الألوان السبع رامي عبد العال، صمول. السوق المغطى في منطقة البايازيد معلم اقتصادي تاريخي لافت، ليس فقط بتاريخيته التاريخية وإنما بتاريخيته التي تنعكس في الحرف اليدوية التي تملأ أزقته وشوارعه التي باتت عنصر جذب للسياح وللمواطنين من داخل تركيا ومن خارجها بما يقدمه من كل جديد ومميز، لا سيما في مجال التصميم وصناعة الحلي والمجوهرات. اسمحوا لنا في هذا اليوم أن نستضيف ضيفتين كريمتين أكاديميتين تخصصيتين في مجال الحلي والتصميم والمجوهرات. يشرفنا بالحضور هنا إلى استديوهات برنامج الألوان السبعة الأستاذة المشاركة يونجا إركان، وهي أستاذة علم التصميم في جامعة قدير خاص ورئيسة كرسي اليونسكو في تركيا أيضا، أهلا وسهلا بك. كما تشرفنا بالحضور هنا الدكتورة عائشة تشكون أورلاندي، وهي أستاذة علم التصميم في جامعة قدير خاص، أهلا وسهلا بكما. سنبدأ مع السادة المشاهدين في علم التصميم والسوق المغطى، ولكن بعد قراءة مبدئية في دور المعلمين الكبار في نقل هذه الحرف من التاريخ إلى اليوم. مؤسسة التعليم والتكنولوجيا التركية بتاك وبإشراف وزارة الثقافة التركية
قامت بتنفيذ مشروع ثقافي لإدخال الحرف والصناعات اليدوية في السوق المغطى في إسطنبول في قائمة التراث العالمي لليونسكو. السوق المغطى الذي يقصده آلاف السياح يومياً يرجع تاريخه إلى عام 554، ولأنه يزخر بالعديد من المعالم الأثرية تقوم المؤسسات والجمعيات المكلفة بحماية التراث منذ عام 2012 بإجراء العديد من الأبحاث العلمية والمشاريع البحثية للمعالم التاريخية في السوق المغطى. تهدف الأبحاث العلمية إلى المحافظة على الصناعة التراثية الأصيلة للذهب والفضة والمجوهرات الحديثة ومعرفة طرق التصنيع والصياغة داخل السوق المغطى. المؤسسات البحثية قامت بالكثير من الدراسات العلمية حول التاريخ المعماري للسوق ومدى إمكانية ترميمه وإصلاحه، لكنها لم تسبق أن قامت بإجراء بحوث علمية حول العاملين في الحرف اليدوية والفنون التقليدية. المشروع يهدف إلى حماية الموروث الثقافي والحضاري لدى الجيل الأخير من أصحاب الحرف في السوق المغطى من خلال تسجيل صوتي وكتابي تؤرشف حكايات أصحاب الحرف البارعين والمبدعين في قطاع المجوهرات لحمايته من الاندثار والاحتفاظ به كموروث ثقافي وتراثي للأمة التركية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الورش التي تمت زيارتها منذ بدء تنفيذ المشروع قد وصلت إلى 60 ورشة صاغة في السوق المغطى الذي يعتبر كنزاً تراثياً تسعى تركيا لتسجيله كموروث حضاري في التراث العالمي. وبدورنا نجدد الترحيب بضيفتينا الكريمتين، ونبدأ مع الأستاذة المشاركة يونجا إركان رئيسة كرسي اليونسكو في تركيا وأيضا أستاذة علم التصميم في جامعة قدير خاص. نحن نتحدث عن السوق المغطى صاحب التاريخ الذي يمتد إلى أكثر من 500 عام على مدار التاريخ، ولكن اليوم دخول بعض الحرف التاريخية فيه حرف يدوية إبداعية فيه له معنى على قائمة اليونسكو. لنبدأ بأهمية دخول هذا المجال، مجال الحرف اليدوية في قوائم اليونسكو، في مجال تفكير اليونسكو. في البداية أشكركم على استضافتنا. بالنسبة لموضوع اليونسكو هناك برنامجين، البرنامج الأول يهتم بالآثار الملموسة والبرنامج الثاني يهتم بالآثار الغير ملموسة، وذلك من اهتمام بالأشخاص الذين عملوا على وجود هذه الخزائن التراثية ومدى تأثيرهم على هذه الآثار. يعني وكأننا نحن عندما نتحدث عن الكابالتشارشي أو السوق المغطى نكون نتحدث وكأننا على الروح الموجودة به، عن الناس الموجودين به، عن المعلمين، الصناعات الموجودين به، ونهتم بهم ونأخذهم إلى الوسط ونزورهم والحياة. يعني هي عبارة عن وكأننا نبحث عن خزينة إنسانية لتظهر هؤلاء الفنانين للوسط. دكتورة عائشة، واقع الحرف اليدوية المنوعة في السوق المغطى يعطي قيمة حقيقية للتاريخ، ولكن في علم التصميم هل فعلا هو سوق متجدد؟ هل فعلا هو سوق يعطي الحيوية بما يطرحه أصحاب الحرف من المعلمين الكبار في هذا السوق من مجالات جديدة، من أفكار جديدة، من روح جديدة في هذا السوق من خلال إبداعهم الذاتي؟ نعم، أشكرك لأنك استدعوتنا لبرنامجكم هذا. بالنسبة لتركيا، هناك تركيا لها ميراث طويل في موضوع المجوهرات والمصوغات يعود إلى 500 عام مضت، يعني تعتبر عريقة في هذا المجال. وتركيا في 20 السنة الأخيرة أخذت مرتبة مهمة في هذا المجال، وخاصة في من ناحية التصنيع أو من ناحية التسويق لهذه المصوغات والمجوهرات. صحيح أن هناك
آليات تقوم وماكينات تقوم بتصنيع هذه المجوهرات، ولذلك أصبحت تركيا من المناطق التي المصنعة الأساسية للمجوهرات، وبدأت الدنيا تشير بإصبعها نحو إسطنبول في هذا المجال وتصنيع هذه المجوهرات من حيث تصاميمها، من حيث أشكالها وأنواعها. وفي المقدمة كانوا يشيرون إلى السوق المغطى، ولكن نحن هنا نحاول أننا ليس الموضوع تكنولوجي وآلات وكذلك للإنتاج والتجارة فقط، ولكن هناك إعطاء أهمية للذين يقومون بهذه الصناعة، الصناعة اليدوية. لذلك نحن هدفنا كان الاهتمام بتلك الفئة التي تهتم بهذا المجال، وحاولنا أن نظهر هذا التراث الذي يعود إلى الإمبراطورية العثمانية والتي كانت غنية بهذا المجال. وهو تلاحظه عندما تمر بأسواق السوق المغطى أن هناك من جيل إلى جيل هناك أعمال يدوية وفنون حرفية تقليدية انتقلت من جيل إلى جيل، وهي مهمة جدا ولها موقعها في عالم المجوهرات. وهنا اسمحي لي أن أتوجه إلى الأستاذة المشاركة أستاذة يونجا، أنت رئيسة كرسي اليونسكو هنا، دخول هذه الحرف بهذا التاريخ الذي تتفضل به الدكتورة عائشة إلى قائمة اليونسكو، ما دلالاته على أرض الواقع؟ هل سيضيف قيمة حقيقية إلى قيمة هذه الحرفة اليدوية، إلى قيمة تصنيعها، إلى القيمة العالمية التسويقية لها؟ نعم، بالنسبة لمعلمين الصنعة الموجودين في تركيا ألاحظ أنهم حاولنا أن نعرفهم على مستوى العالم، وكذلك عندما عرفناهم على مستوى العالم أصبح لهم وكأننا نعطي رسالة تعبر عن أعمال هؤلاء في حرفهم اليدوية وفنونهم التقليدية، وكذلك أن هذه الحرف تكون في تركيا ولكنها لا تخدم تركيا فحسب. صحيح نحن نعتز بأنها مهن وحرف تركية، ولكن هي وتعود إلى الدولة العثمانية في تاريخها، ولكن هي تعتبر خزينة للعالم بأجمعه لأنها تعتبر مهمة سواء بالنسبة لتركيا أو للعالم. اليوم عندما نتحدث دكتورة عائشة عن نقل هذه المعارف، نحن نحتاج إلى قطاع فني من كبار الأساتذة، من كبار المصممين، وأيضا إلى الجانب الأكاديمي. أنت كأكاديمية وأيضا كمختصة في مجال التصميم، كيف تقرأين لنا دور الحياة الأكاديمية في نقل هذه المعارف والقيم والتصاميم وفلسفة التصميم إلى الأجيال الجديدة؟ نحن نعتبر كوسطاء في هذا الموضوع، يعني أستطيع أن أقول نحن صحيح أن نحن نضيع إطار علمي للموضوع ولكن ليس له باع طويل في هذا المجال. نحن هنا نسلط الضوء على المعلمين الكبار الذين كان له دور في نقل الحرف وتجديدها. يعني نحن هنا نلاحظ أنها كيف أنها الحرف تجددت وأثبتنا ذلك في عملنا. نحن هنا هناك 13 حرفي بدأ يعني تعلم هذه الصناعات، ولكن ليس هناك صحيح فوق الأوراق هناك بعض الأشياء يمكن أن نلاحظها، ولكن حياة المعلمين الصناعات أكثرها سرية لأنهم تعتبر لها أداء باليد، فهي عبارة عن عمل يأخذ من عينهم ومن عملهم، لذلك تعتبر مهمة جدا. يعني الأعمال اليدوية لا على الأعمال التي عملوها نحن نحاول أن نظهرها ونحاول أن نطرحها ونحاول أن نوضحها ونعطي خلفيتها التاريخية عنها، ولذلك لكي يكون هناك مهتمين بهذا المجال ويحاولوا أن يظهروا بأبعاده المختلفة ويكون يعني هذا من ناحية العلمية إذا أردنا أن نقول. وفي الواقع بالنسبة للمعلمين الصنعة والذين يعملون إلى جانبهم من الصعب أن نذكرهم جميعا، ولكن نحن هو
هنا نأخذه كميراث ثقافي نحاول أن نظهره للدنيا بأجمعها وأن نظهر تلك أبعاد هذه التصاميم للمصممين الشباب الناشئين لكي يعرفوا تاريخهم وتراثهم ويكون لهم أرضية تحتية يستطيعون أن ينطلقوا منها لكي نظهر عمال فنيين في هذا المجال على منحى أجدادهم الذين سبقوهم في هذا التصنيع. اليوم نحن أمام عهد جديد، عصر جديد، نحن في زمن متجدد. الأستاذة المشاركة ينجى، نحن نتحدث عن جيل جديد لم يعرف التقنيات القديمة. كيف يمكن لنا أن نتحدث عن دور الأبحاث العلمية التي ستجري في مجال دخول هذا المجال وهذه الحرفة اليدوية في مجال اليونسكو وغيرها من المؤسسات على عقل الشباب الجديد الذي يحب أن يدخل في هذا المجال؟ كيف يمكن لنا أن نعصر هذا الفن، الحرفة اليدوية التخصصية الإبداعية؟ نعم، بالنسبة لهذا مهم جدا في مدارس التصاميم وخاصة عندما نستطيع أن نربطها بماضيها، يعني والدول الأجنبية تحاول أن تهتم بتلك الأثار، ومثلا إيطاليا كانت تهتم بتلك التصاميم الموجودة وكانت تظهرها بشكل جميل وتحاول أن تعطيها وتطرحها. نعم، نحن عملنا هناك نقطة سلطنا الضوء عليها في مجالنا. هناك بعض الأشخاص الذين صمموا تلك التصاميم وكيف يمكن أن نحول تلك التصاميم إلى تصاميم حديثة تتناسب مع العصر، وبعض التصاميم التي حكم عليها بالاندثار نحاول إحيائها من جديد وأن يعني ننقلها إلى العالم ونعرف الناس عليها وتصبح لا يمكن أن يبقى التاريخ في تاريخه، ولكن يجب أن نحضره لكي يكون نقطة انطلاق للحاضر وللشباب الناشئ، ولذلك نعتبر أن يجب تثبيتها وأرشفتها وتحديثها. دكتورة عائشة، عندك إضافة؟ تفضلي. هناك بعض التقنيات التي قد بدأت تموت وتنتهي. نحن هناك لا تعود للعثمانيين فقط، ليس هناك كثير من الصناعات التي بدأت تندثر مثلا في الفضة وغيرها، يعني نحاول أن نحن ننصر ونحيي تلك التصاميم ونعيد إحيائها وأن نتعاون. أهم نقطة أن نظهرها إلى الموجودين والجيل الحاضر بحيث يتعرفوا على آثارها، يعني أن هناك ما زال في السوق المغلق من يعمل التصاميم بيديه ولا يستخدم الآلة في تصنيعها، لذلك يجب أن نحضرها إلى الوجود وأن نعرف عليها، وهي فرصة مهمة لنا. وكذلك بالنسبة لإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وخاصة موضوع المجوهرات، إنهم يهتمون بها بشكل كبير وتعتبر نقطة مهمة بالنسبة لتركيا، لذلك تعتبر يجب أنهم اهتموا بتلك الصناعات، لذلك نحن نريد أن نهتم بها ونظهرها كما نهتم بكثير من المجالات. نعم، أهتم جدا. أستاذة يونجا، نحن نتحدث اليوم عن علم التصميم وفن التصميم في الآن ذاته. فن التصميم يظن البعض أنه محدود بأشكال معينة، ولكن هناك مقولة: التصميم الاحترافي يعتمد على الخيال وقوة التخيل. كيف تقرأين هذه العبارة؟ نعم، أنا أعتمد على التجارب، لذلك أنا مؤمنة أن التجارب جدا مهم في كل عمل تقوم به. ونحن عندما في المئة في هذا القرن، نحن يجب أن نعرف ما هو التكنيك الذي يستخدموه في السوق المغلق لتصنيعهم، وكيف هناك سائق
فراغ خاص للسيدة القصر، وكيف كان يستخدم تصاميمه وكيف كان يعرضها، وأنا أريد هنا أن أرشفها وأستخدمها على شكل وثائق ونحتفظ بها. ليس هو فقط عبارة عن خيال، لأن الخيال فقط، هناك كثير من التصاميم تعتمد في تصاميمها. الحديث الآن على التصاميم القديمة ومستوحاة من تلك التصاميم، يعني أستطيع أن أقول أنها أكثرها مستوحاة من الماضي بكل تأكيد. وهذه فلسفة خاصة بهم في قراءة واحدة. هل الطلبة الذين يدرسون عندكم، بقيت أمامي دقيقة، أعذروني جدا دكتورة عائشة، ولكن هل الطلبة الذين يدرسون اليوم على أيديكم لديهم هذه القدرة في التخيل، القدرة في الإبداع، القدرة في ترجمة هذه المهارات من عهد أولياء تشلبي إلى يومنا المعاصر؟ نعم، نحن نستطيع أن نعطيهم الحماس الذي موجود لدينا، لأننا هم يشاركون نفس الحماس ومتحمسين للمشروع بشكل كبير ويتابعونه بكل حماس وبكل جدية. وأنا مؤمنة أنهم سوف يصلون إلى نقاط مهمة في هذا المجال، لأنهم يحتملون يعني يمتلكون الديناميكية التي تجعلهم يخلقون تصاميم جديدة ومهمة في هذا وأنا المجال. وأنا بدوري أشكركم جدا على تشريفكم لنا في استديوهات برنامج الألوان السبعة، وعلى أيدي الأساتذة الكبار من أمثالكم يعول على نقل هذه الثقافات والحرف اليدوية إلى الأجيال الجديدة بعلم، ببصيرة وبوعي، وأيضا بثقافة تاريخية لا ننسلخ عنها وإنما نطور عليها ونبني عليها. الأستاذة المشاركة يونجي أركان، رئيسة كرسي اليونسكو في تركيا، وأيضا أستاذة علم التصميم في جامعة قدير خاص، شرفتنا بالحضور. ودكتورة عائشة تشوشكون أورلاندي، أشكرك أستاذة علم التصميم في جامعة قدير خاص على تشريفك لنا أيضا. وأحبنا الأكارم، بعد شكر ضيفتين الكريمتين نتوجه سويا إلى عالم الكاريكاتور مجددا. واديمير هانك قاضي أولو. سعدنا بصحبتكم أحبائنا الأكارم، على أمل اللقيا بكم مجددا في همة تواصلية جديدة. هذا فريق برنامج الألوان السبعة يرضيكم أطيب التحية، وهذا نزال الحداوي يتقدم لكم بموفور الصحة والعافية دعاء وتمنيا. كل التحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.